طيب، البارح في الرياضة كنت حكيت على حسام عوار وعلى ياسين عدلي. اليوم تقرير إعلامي يقول بأن نجم نادي اي سي ميلان الجديد ياسين عدلي اقترب من الالتحاق بالمنتخب الوطني وفقا لموقع فوت أفريكا الفرنسي، وأكد بأن ياسين عدلي يريد فعلا أن يلعب للفريق الوطني، وأن جمال بلماضي أقنعه بذلك رغم أنه كانت هنالك تقارير إعلامية تحدثت على أنه يمكن للمنتخب الفرنسي أن يعود لحسام عوار وياسين عدلي. لكن المسألة أيضا في الساحة الوطنية لا كلام إلا عن النوادي الجزائرية واتحاد العاصمة تحديدا الذي تكبد خسارة وصلت إلى ملياري سنتيم بسبب إلغاء المعسكر الإعدادي والتربص في مدينة أنطاليا التركية. لدينا المقال المنشور في الشروق أونلاين، أوضح عبدوش وهو رضا عبدوش وهو رئيس مجلس إدارة نادي سوستارا بأن مليار، أعطونا المقال الثاني تاع اتحاد العاصمة، أن مليار و300 مليون سنتيم تمثل القيمة المالية لاستئجار طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، يضاف إليها 600 مليون نفقات إدارية، فملياري سنتيم هي خسائر اتحاد العاصمة. فهل يتوقف الأمر عند مشكلة اللاعبين والمدرب جميل بن واحي، أم أن الأمر أكبر في بيت سوستارا نادي سوستارا؟ معي مهدي أيد قاسي زميلي الصحفي المختص في الرياضة. مهدي مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور زميلي قادة، تحية لك وتحية عطرة إلى الجمهور الرياضي الكريم. طيب، ومشاهدي قناة شروق، أهلا مهدي. ما يعني ما حقيقة المشكلة والأزمة داخل اتحاد العاصمة مهدي؟ والله بالحديث عن أزمة اتحاد العاصمة، فإن أزمة نادي العاصمة ليست وليدة اليوم، وإنما الأزمة كانت منذ مدة، ومنذ تولي شركة سيربور تسيير النادي العاصمي. يعني هذه الشركة عرفت بأخطائها الكثيرة المرتكبة في تسيير النادي العاصمي، سواء في هوية الأشخاص الذين تعينهم والذين يشرفون على تسيير النادي، وكثرة الأخطاء التي تقع فيها. وقبل بداية هذا الموسم كانت جماهير اتحاد العاصمة قدمت مقترحا من أجل عودة الرئيس السابق للنادي سعيد عليق، بما أنه الرجل الذي كان يحظى بالإجماع لتولي إدارة النادي العاصمي، لكن هذا المطلب الذي لم توافق عليه شركة سيربور وقررت منح الثقة لرضا عبدوش من أجل تسيير النادي، لكن يبدو أن خيارات سيربور لم تكن موفقة، وخير دليل على ذلك الأزمة والخلافات والقبضة الحديدية التي حدثت بين المدرب جميل بن واحي وإدارة. وهذا هو سؤالي مهدي، وهذا هو سؤالي، ما دور أكمل الموسم الماضي بشكل جيد، منح الفرصة لشبان مهدي يعني عندما ما هو دور جميل بن واحي في الأزمة الأخيرة، دور المدرب؟ لأنه الإدارة يبدو بأنها تتهم التقني البلجيكي من أصل مغربي جميل بن واحي، هل يمكن القول بأنه فعلا حرض اللاعبين على هذه الأزمة؟ والله حسب رأيي الخاص من المستبعد أن يقوم مدرب مثل جميل بن واحي بهذه الخطوة. يعني لا يوجد دخان بلا نار، أكيد هناك أمور خفية تحدث في بيت النادي العاصمي، ألا وهي سوء التسيير أو الخلل من الناحية الإدارية. يعني الفريق يعاني سواء في تحضيرات سواء في عملية الاستقدامات التي لم تكن مشاكل متعلقة بتوفير العتاد اللازم. يعني كل هذه المشاكل أثرت على النادي، أثرت على التحضيرات، وهو ما جعل المدرب يخرج عن صمته ويطلب توفير الظروف الملائمة لسير النادي. لكن يبدو أنه
أن اعتراض المدرب جعل الإدارة تحاول سحب البساط منه وتتهمه بممارسات أخرى، ألا وهي التأثير على تحضيرات النادي. لكن أرى أن المشكل عميق وجد عميق، ولا يتوقف صحيح. عند المشكل المدرب أعمق كما من هذا، يسمي هل الواحد الذي نتوقع يعتمد عليه مهدي حتى الآن. المشكل أعمق من هذا هل نتوقع مهدي أيت عيسى أيت قاسي عذرا أيت قاسي مهدي نهاية سيناريو مثلا إبعاد المدرب إقالته أم سقوط رئيس مجلس الإدارة أم ماذا، أم يمكن الوصول إلى حل؟ والله الحل الودي في هذه المرحلة يبقى جد مستبعد، فالقبضة الحديدية والخلاف كبير وكبير جدا بين المدرب والإدارة، وحتى اللاعبون انضموا إلى المدرب وأعطوا له الحق، محملين الإدارة مسؤولية ما أحدث، في انتظار ما ستقوم به الإدارة في الأيام القليلة المقبلة. حسب آخر الأخبار، إدارة اتحاد العاصمة بدأت بالبحث عن مدرب آخر، هناك بعض الأطراف اقترحت المدرب عمراني، فيما أعضاء في الإدارة تحاول الاتصال بالمدرب ماضوي، ويبقى المدرب جميل بن واحي متمسك بمنصبه ويحظى بدعم مجموعة كبيرة من الأنصار، بالإضافة إلى اللاعبين الذين يرغبون في المواصلة معه. الأيام القليلة المقبلة ستكشف لنا ما سيحدث. الأيام المقبلة تكشف لنا ما يحدث. يعطيك الصحة مهدي عيد قاسي زميلي الصحفي، كنت معي عبر الهاتف معلقا على أزمة اتحاد العاصمة. يعطيك الصحة مهدي.